2011 شهدت يعني أعلى مراحل استقواء بالخارج عند الإخوان ودعم إدارة أوباما ليهم. قولي فعلا كلمنا عن إزاي ساعدت إدارة أوباما الإخوان للوصول للحكم في مصر. إدارة أوباما كانت عندها معضلة ألا وهي أنه دول العالم كلها بشكل أو بآخر وصلت للديمقراطية. يعني كلمة الربيع العربي والكلام ده كلمة سبرينج اتقالت على أوروبا الشرقية في مرحلة بعد ما انهار الاتحاد السوفيتي سنة 90، ابتدت عدد من الدول في أوروبا الشرقية تتبنى النموذج الغربي سواء رأسمالية في الاقتصاد أو الليبرالية في الثقافة أو ديمقراطية في السياسة. وفي فترة لاحقة تبنت دول أمريكا اللاتينية حاجة شبه برضو الديمقراطية الغربية إلى آخره، طبعا مع اختلافات. فجت الفكرة قلت لك الله، طب والله دي فكرة كويسة، ما يمكن يكون جت دور على الديمقراطية العربية انه يحصل فيه تحول ديمقراطي وكلام زي كده. فجت إدارة أوباما، انا اتصور يعني بعض الناس تقول لك كانوا سذج، لكن انا رأيي لان كان فيه طبعا أجندة. يعني طب وليه ما يكونش ليا انا حلفاء جدد، انا اصنع امريكا، يعني مش هو أوباما، اصنع حلفاء جدد ليا في المنطقة بتقوية اللي بيسموها ايه الاندر دوجز، اللي هم يعني الناس اللي تحت الارض، قويهم يطلعوا ويبقى ولاهم ليا. زي كده تجيبي حد مثلا ما كانش ليه اي حيثيه في الدنيا وتديله صلاحيات تقول انت معايا فيبقى تابع ليك، فاقول لك انا هخلق في هذه الدول هوامش تابعه للمركز، يبقى المركز واشنطن وتبقى مصر تابعه لهذا الهامش ومعاه بقى بيت الدول الثانيه. ففعلا ابتدى يدي لهم هذه المساحه، وابتدى يقول لمبارك ناو، يعني ناو الى اخره. وابتدى، وهنا دي حاجه انا طبعا الرئيس السيسي قالها بوضوح، قال لك كنا بنتلقى يوميا اتصال تليفوني من حد في امريكا بيقول لنا اعملوا ما تعملوش وشيلوا وحطوا ولا اخره. ليه؟ هو يعني كرجل وطني غيور على بلده. زي بقى انا بس عشان الناس تبقى فاهمه، زي ما انت كده اجي انا في بيتك واقول لك انت تعمل كده، انت شيل التلاجه، انت واقف في النقط يا ابني، ده بيتي انا، انت ايه. فهو نفس المعنى طبعا، انك انت حاسس انه سياده الدوله، ان مصر تحولت لدوله مستباحه. رجعنا بقى لعهد اسماعيل وسعيد اللي هو ايه الانجليز والفرنساويين هتحكموا فينا واعملوا وشيلوا وحطوا الى اخره، لانه مش باين قدامهم لا قياده قويه ولا راي عام مستقر ولا توجه قوي نحو الحفاظ على استقلال الدولة المصرية. فلما هم لقوا هذه الفوضى أوباما والناس، ابتدى يتدخل وابتدى يعني يملي شروط. والسفارة الأمريكية في مصر في القاهرة تحولت إلى يعني نقول كأنها المندوب السامي الأمريكي اللي بيدور شؤون مصر والمصريين، وقال لك احنا اخترنا الإخوان أو احنا اخترنا أن الإخوان يكونوا جزء من المشهد ولو فازوا هندعمهم. والحقيقة يعني أنا مش هدخل في تفاصيل أكتر من كده، إنما كان الموضوع فج في بعض تفاصيله، انما اراده المصريين كانت ماشيه في سكه تانية. طب انت هتعمل ايه؟ يعني انت كامريكا، يعني امريكا راضيه عن الاخوان، طب احنا مش راضيين، هو انتوا بتحكمنا احنا، يعني احنا مش مفعول به ولا مفعول مطلق، احنا نحن فاعلون. امتى بقى تحول المصريون في عيون الامريكان والغرب من مفعول به او مفعول لاجله او مفعول مطلق لفاعل، مش نائب عن الفاعل، فاعل؟ هو يوم 30 يونيو 2013 في هذه اللحظه. لا خلاص وقف بقى، قال لك طب يعني هذه الارقام اللي نزلت الشارع معقول يكون كلها يعني خارجة كده على سبيل المجاملة؟ لا، في إرادة حقيقية للمصريين تشكلت بأن هذا الفصيل لا. بس أبدأ بحاجة، لا ينبغي أن يحكم، ما قلناش أن يمحى، ودي موسى والرئيس بتاعنا قالها وأنا فاكر كويس جدا، دعي الإخوان لحضور اجتماع 3 يوليو، تعالوا ديروا المشهد، لو لسه فيكم من وطنية تعالوا ديروا المشهد. وعايز أقول لك يعني طبعا الرئيس السيسي قالك أنا ما استشرتش حد، وده صح لان دي كان استجابه لرأي الشعب، انما اداره المشهد بعد 3 يوليو كان ينبغي ان احنا نعرف العالم اللي بيحصل عشان ما تجيش تلومونا. احنا طلبنا من حد من الاخوان يجي يقول مش عايزين خناق، مش عايزين دم، مش عايزين ان احنا ندخل في صراعات، انما كانوا من الخيانه ومن الاستهتار بالدم المصري لدرجه انه بقوا بيدخلوا في حرب معانا احنا وفي مشهد غير مسبوق. يعني لا تتخيل العقليه المصريه باي حال ان يكون هناك مصري راغب في ان يقتل مصريا من اجل السلطه. يا عم سلطه ايه ده، احنا متعلمينها كلها زيله وكلها، يعني احنا المصري العادي يا عم خليه على الله صح. انما احنا نتخيل ان هو يوصل لمرحله انه يعمل منصه وانه يدعو للارهاب ضد المصريين، لا كل صحيح. الكلام ده كان جديدا علينا ولا هو في ذاكرتنا ولن يمحى.